متابعين قناة شوف تي في السلام عليكم احنا في مدينة تمارا و مع فرقة سفيان أفراح الرياض أه، غيتكلم لينا عليها الأخ نوفل نوفل السلام عليكم السلام عليكم بي. مرحبا بكم مرحبا بكم تا انتم عندنا هنايا مرحبا بكم ألف و... مرحبا بكم وهذه الفرقة مجموعة بين الخوت كاينين غير الخوت بيناتنا يعني ما كاين يعني الصفا و النية كنديروا كنديرو عيساوة الطريقة العيساوية هي طريقة صوفية ربانية الشيخ ديالها هو الهادي بن عيسى اللي تاسس الطريقه تاسست في القرن الثالث عشر والشيخ الطريقه اللي هو الهادي بن عيسى كملها في كملها الطريقه في القرن السادس عشر وهي طريقه صوفيه ربانيه م... كتجمع بين المحبه والصفا والنيه والذكر وكل ما هو ديني وما هو صوفي وحنا مجموعين غير الخوت بيناتنا على الصفا والنيه وكل شيء مزيان وكنديروا حتى الدقه المراكشيه اللي هي الاصل من تيرودانت اللي هي طريقه تاعي رودانيه حيت الناس بزاف ما عارفينش ان الطرق راه هي صوفية ربانيه كاين كل كلشي كيبان غير في العراسات ما فهمتيني ما كاينش اللي لي اللي عارف النوع ديال هاد الطرق اللي كنديرو حنا واغلبيه الناس غاديين بالغلط ان هذه موسيقى عاديه ان الطريقه العيسى طريقه ربانيه والدقه المراكشيه اللي هي اصل من تارودان هي طريقه ربانيه فيها الذكر في الطريقه العيسويه فيها الأو... طريقة الاوراد في كل ما يتعلق بالدين الاسلامي وهنايا كاينين غير الخوت ديالنا ومجموعين على الصفه والنيه ومجموعه سفيان افراح الرياض اللي هي مجموعه دايره سميتها هنا في تماره معروفه عند الكليان هنا في تماره بالخدمه والنقاء والدراري كل شيء في المستوى كل شيء شي حنا مجموعه يعني ما كاينش واحد احسن من الاخر كنا مجموعه كنا كنكملوا بعضياتنا تكلمنا تكلمنا على على الطريقه الرودانيه كما قلتي كاينه عيساويه فمدينه تمارا شنو الطريقه اللي معروفه بها وشنو او شنو نوع الفولكلور اللي معروفه بمدينه تمارا نوع الفولكلور اللي كيطلبوا الكليان هنا في تمارا دقه المراكشيه بزاف الناس باقيين ما عارفينش الطريقه العيساويه ما فهمتش ما عارفينش شنو هي العيساو وكاين كليان ديال الناس اللي كطلب عيساوه هنا عندنا في تماره كيطلبوا كما شفتي هذا اللباس هذا اللي, اللي كاين اللي لابسين حنايا اللي هو ديال الطريقه الحنديره والاصل ديال هاد الحنديره ديال الطريقه الحمدوشيه حنديره حمدوشيه والناس باقي ما فهمتي هنا في تماره عند بالهم غير الدقه ماشي بحال ما نقولوا مثلا الرباط لا كازا كيعرفوا في عيساوة كيبغيو الناس عيساوة كيبغيو يتفرجوا في الاعراس ديالهم وعيساو باش كتمتاز بحال في, 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 في العراسات ديك الدخله ديال العماريه كتكون دخله ربانيه بال بالعلامات والعود القماري وكل شيء لابس لباس موحد يعني ما كاينش فرق بين هذا ولا هذا وكل شيء مجموع والدخله كبيره كتكون دخله كبيره كتعطي حتى حتى هم... العماريه في العروسه كتعطيها واحد لو شاغم كتعطيها واحد الشان كما كنقولوا حنا ماشي هو ماشي الشان وكتعطيها واحد لو شاغم كتبان ان العروسه داخله بواحد الطريقه زوينه ماشي بحال الدقه الدقه كيكونوا مثلا خمسه سته الناس كما كنقولوا دربوكه طريير طريجه طريق... طريق... كيدخلوا اربعه خمسه مدخلين العماريه ماشي هي بحال عيساو عيساو راه الدخله ديال عيساو راه كتبان همه تال العروسه كتبان في نهار عرسها هم ان عيسى هو مدخلين ليها مدخلين لها العماريه فاقليم عمل هذه التسخيرات شنو النوع الفولكلور اللي هو معروف به يعني كما كنقولوا ديال المنطقه نوع آه الفولكلور اللي هو العيطه الزهريه العيطه الزهريه واخا حنا ماشي اختصاص ديالنا العيطه الزهريه هنا حيت معروف تماره معروفه بالعيطه الزهريه حيت كاين الزعير اللي هما الناس الاصل ديال تماره والودايه يعني عندهم العياط ديالهم كما كنقولوا كاين الهيت ديالهم عندهم حتى كما كنقولوا العيطه الزعرية ، ونوع ديال الموسيقى اللي كيعرفوه الناس ديالو حتى هو فيه اسرار ماشي غير موسيقى جات عابثه ولا شي حاجه فيه اسرار وتاريخ تاريخ قديم العيطه الزعرية العيطه المرساويه العيطه البيضاويه ومن الناس اللي لي كنقولوا حاملين اللي, اللي مش ديال العيطه هنا في مدينه تمارا اللي هو قويصم يعني من الناس اللي كيديروا والسي حاجيب اللي في الرباط اللي الناس اللي كيديروا العيطه على حقه وطريقه واخا حنا ماشي الطريقه ديالنا هادي ما كنعرفوش بزاف غير معلومات صغيره وصافي الكل كيعرف ان جائحه كورونا فهي ادت بالاكل ديالها والعديد من الناس تضروا فيها وانتوما القطاع ديالكم تضرر بشكل كبير شنو تقدر تكلم لنا كيفاش دازت عندكم نتوما الجائحه مع العلم أن دازت في الصيف ومجموعه ديال الفراق ديال الفولكلور كيخدموا غالبيتهم غير في الصيف هي الجائحه دازت ما نكذبش لك شويه صعيبه على الناس ديال هاد الدومين بحكم انه دومين غير مهيكل قطاع غير مهيكل يعني بحال كان بحال كان كبوا الماء في الرمله كنخدموا هكا بحال بحال شي انسان كيخدم الاطاش كيخدم كيتخلص قطاع غير مهيكل الناس تضرات بزاف كاينين الناس اسر اللي عايشين من هذا الميدان ما نهضروش علينا حنايا حنا حتى ك... حنا راه ع... تقريبا نقولوا عايشين من هذا الميدان واخا حنايا واخدينو كهوايه مجموعين كاينين الناس اللي بيوت مفتوحه بهذا الميدان كاينين طيابات كاينين انسر... سربايه كاينين اللي طريتو شحال واحد ضرر من هذا الميدان وبالاخص جات في الصيف جات الجائحه في الصيف يعني الوقيته ديال الخدمه الناس تضرات بزاف كنتمناو حنا من الحكومه الجايه ان شاء الله تهيكل لينا هذا القطاع ديرنا دي برج مثلا بحال بادج هذا بطاقه الفنان باش حتى حنا ندخلو في القطاع المهيكل حيت هذا القطاع مضرر بزاف وكاينين بزاف د الاسر اللي تشردوا من هذه هاد الجائحه هذه كلاو العصا اغلبيه الاسر عايشه بهذا الشيء منهم العائلات اللي كيطيبوا في العراسات الناس اللي كتسربي راه كاينين كين دوك السربايه خدامين غير في هذا الميدان يعني لما خدمش ما كياكل ما يشرب ما والو عنده اسره هنا كنتمنوا من الحكومه الجايه تهيكل لنا القطاع دير لنا شي اسس لهذا القطاع باش نحسوا ب... نحسوا براسنا حتى حنا كاينين في هاد الميدان حتى هذا الميدان راه فولكلور راه لي تراديسيون ديالنا هذا ما خصناش نفرطوا فيهم حيت دابا راه شحال من واحد صافي نقول كما كنقولوا نفر هاد الميدان نفر هاد الطريقه العيساويه نفر ال... نفر العيطان نفر شحال من حاجه قالك حيت قطاع غير مهيكل حنا كنخدموا بحال نهارنا ن... خنا تنتمناو من الحكومه تهيكل لنا هاد القطاع دير لنا شي اسس باش نعرفوا حتى حنا اننا راه كما كنقولوا اعترفوا بينا حيت كنخدموا عند ناس تبارك الله كبار في البلاد كنخدموا عند ناس صغار كنخدموا عند جميع الفئات في... في البلاد يعني حتى حنا خصنا نتحسبوا في في القطاعات المهيكله كنتمنوا لجميع المغاربه وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس كنتمنوا لهم الخير وكنتمنوا هذه السنه ديال 2021 تدخل في الخير على الجميع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذه الجائحه اللي تضروا منا بزاف الناس وسنه سعيده للجميع والله يعطيكم من في خاطركم الله يسهل الجميع الامور ديالو وكنشكروا المقدم ديال الطائفه اللي هو السي سفيان اللي ما حضرش الظروف لا اراديه ظروف ديال العمل ديالو واللي هو متكلف بالطائفة ومكلف بهذه المجموعه واللي كيبدل مجهود كبير لا من ناحيه الخدمه لا من ناحيه لي توني ديال الدراري يعني واحد السيد الله يسمح لينا منه صافي هذا الشيء اللي نقول كيبدل مجهود كبير ومن الناس اللي تضروا بزاف من الجائحه بحكم انه هو رئيس المجموعه وهو اللي مكلف بالمجموعه لا من ناحيه لي توني الماتيريال كل شيء وشكرا بزاف واخا الدور ديال المقدم هو دور رئيسي في الطائفه الدور ديال المقدم دور رئيسي في الطائفه وكما كيقولوا سيادنا الوالن الشيوخ ديال عيساوه ان المقدم زنديل ومنديل وقنديل بمعنى قنديل هو اللي كيلبس المغاير كيلبس الدوني ماشي بحالو بحال الدراري هو اللي كيضوي هو كما كنقولوا الشمعه اللي كتضوي المجموعه ومنديل انه تيشوف الدراري الدراري ديال الطائفه لا كان شي واحد عنده شي مشكل كي كيلقى ليه مشكل. وزنديل هو اللي كيفرق بين الاعضاء ديال الطائفه. يعني الا كانوا جوج اعضاء مخاصمين ولا شي حاجه هو اللي كيفرق بيناتهم. والسي سفيان راه بادل المجهود ديالو كبير في هذه القضيه ما ما كيخليش الدراري يتغيروا بزاف. وكيبذل مجهود باش المجموعه توصل نقدروا نقولوا العالميه علاش لا. ان شاء الله. وشكرا بزاف وتنشكرو شوف في اللي جات معنا هذا الاستجواب وسمحوا لينا بزاف ومرحبا بكم مرة أخرى